الأخيرة على حضراتكم جميعا. النهاردة يوم السبت 27 فبراير 2016، وعدنا والحمد لله بننفذ وعدنا. جينا النهاردة صباح دريم ومعانا ممثلين عن اتحاد أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية، وأيضا طلبة من كلية الصيدلة جامعة المستقبل، وفي طلبة تانيين كمان وجايين النهاردة، وطبعا معانا مؤسسة الدواء للجميع. جينا النهاردة علشان نبدأ أولى قوافلنا اللي هتخرج بإذن الله صباح من صباح دريم لمتابعة الناس، نشر وعي بطرق انتقال مرض فيروس سي بين المواطنين وبين الناس، وإيه كمان اللي ممكن نعمله، ولو في أي حد محتاج العلاج وغير قادر على دفع ثمن العلاج، وطبعا التحاليل كمان. البداية النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم على الهواء منذ أيام، كانت النهاردة جايين بنبدأ من عزبة خرالة التابعة لدار السلام. هي منطقة الحقيقة يعني أكتر من بسيطة، هي عشوائية بالفعل. الفكرة إنه الناس هنا يعني رحبوا بينا الحقيقة لما جينا، لأن هم كمان عايزين يفهموا أكتر وعايزين يسمعوا، حتى اللي مش عارف تفاصيل عن فيروس سي، لكن على الأقل هو عارف إنه في مشكلة وإن ده مرض. تعالوا بينا في هذه الجولة، تعالوا بينا نبدأ أولى قوافلنا من مبادرة صباح دريم، ومعانا مجموعة شركائنا الكرام لعلاج الغير قادرين من مرضى فيروس سي، والبداية إن شاء الله هتكون من هنا من عزبة خير الله. يلا بينا. بداية هنعرف ليه تم الاختيار علشان تنطلق القافلة من هنا من عزبة خير الله، ومعلومات أخرى كمان مهمة جدا مع ضيفنا الكريم الأستاذ عماد أبو بكر، مدير العلاقات العامة في مؤسسة الدواء للجميع. يا أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك. شركائنا طبعا في مبادرة صباح دريم وشعبة أصحاب الصيدليات والغرفة التجارية ومؤسسة الدواء للجميع لعلاج الغير قادرين من مرضى فيروس سي. ليه البداية عزبة خير الله؟ البداية عزبة خير الله لأن عزبة خير الله من المناطق العشوائية اللي فيها الرعاية الصحية تعتبر ضعيفة شوية، كمان التوعية البيئية فيها مش على القدر الكافي، فاحنا بنحاول نوصل بالحملة بتاعتنا هنا كبداية بحيث ان احنا نقدر نوعي الناس ونقدر نبدأ من منطقة زي دي ونوصل منها لكل العشوائيات. فاحنا بدأنا بمنطقة زي عزبة خير الله لإحساسنا ان التوعية البيئية فيها ناقصة شوية والتوعية الصحية برضو مش موجودة. عايزين نشرح برضو لجمهورنا يا أستاذ عماد إيه اللي احنا بنعمله. احنا النهاردة لسه بنقول يا هادي، وبداية لسه أول قافلة النهاردة بتنطلق إن شاء الله. دلوقتي هنقعد نتكلم مع الناس، هنوجههم، يعني اشرح لنا كده الآلية هتمشي إزاي. احنا عاملين حملة للتوعية الأول، وبعد كده الناس هتفهم منها إيه هو فيروس سي وإزاي علاجه وفترة علاجه وتكلفته. طبعا الغير قادرين التكلفة إن شاء الله هتبقى بسيطة، وبعد كده بنبدأ نعمل للناس يعني قياس للسكر والضغط، بنبدأ نعمل كشف بسيط كده مبسط، وبعد كده بنعمل تحليل عشوائي لبعض المرضى أو بعض الناس، مش هنقول مرضى بقى، في المنطقة، وبنشوف النسبة هنا إيه. يعني في ناس ممكن تكون عارفة أنها عندها فيروس وفي ناس مش عارفة، فإحنا بنعمل التحليل العشوائي وبنطلع منه النسبة عشان نقدر نعرف النسبة هنا في عزبة خير الله كام في المية من فيروس سي. دي الخطوة الأولى. أيوة مزبوط، تمام، دي أول خطوة الأولى. طبعا احنا عارفين انه في ناس كمان عارفه ان عندها فيروس سي لكن ما بتاخدش العلاج لان مش قادره تشتري العلاج لفيروس سي، ومش قادره حتى لو اخذت العلاج فتره مش قادره ترجع تعمل تحاليل مره تانية، لانه كمان تحاليل الخاصه بانزيمات الكبد وفيروس سي مش رخيصه الحقيقه. فاحنا ان شاء الله هنبدا مع بعض، يا رب يجعلها فتحه الخير علينا، واحنا بنبدا المبادره واحنا لسه مش محددين عدد معين هو اللي هنتكفل بعلاجه، ولكن هنسيبها ان شاء الله لتسهيل ربنا، وباذن الله اهل الخير كمان اكيد هيبقوا معانا ان شاء الله في مبادره الله. وهو ده يعني انا هتكلم عن المؤسسه اللي انا مدير العلاقات العامه فيها، هو ده هدف مؤسسه الدواء للجميع، ان هي توصل الدواء فعلا لكل محتاج او كل غير مقتدر، وان شاء الله يبقى الهدف ده يتحقق باذن الله ونقدر نوصله باذن الله. يلا بينا نبتدي يا استاذ عماد. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمي سليمه.
قولي لي انت بتعرفي فيروس سي ايه؟ لا يا بنت ولا فهمش حاجه من اللي بتقوليه. تعرفيش ان في فيروس بيضرب في الكبد اسمه فيروس سي؟ لا يا حبيبتي ما اعرفش. قولي بقى يا استاذ عماد. حضرتك هو فيروس سي في ناس كتير ما تعرفوش، فعشان كده احنا نازلين بحمله توعيه عشان نعرف الناس ايه هو فيروس سي. اللي الناس ما تعرفوش ان في نسبه كبيره قوي من المصريين، تقريبا احنا الدوله الاولى في العالم في مرض فيروس سي. المرض ده بينتشر، لذلك صنف ان هو وبائي، وبينتقل طبعا عن طريق الدم. يعني ده المرض ده بينتقل عن طريق الدم. فيروس سي ده هو فيروس بيخترق الكبد، بيوصل لمراحل معينه وبعد كده المريض بتوفى اذا ما اخدش العلاج الصحيح، في الوقت الصحيح. فالناس لازم كل فتره تعمل كشف دوري، ولازم تكشف وتحلل وتشوف عندها فيروسات او لا. فدي التوعيه اللي احنا عايزين نوصل الناس ليها، ان هي لازم دايما تعمل تحاليل كل فتره عشان تطمن على نفسها، لان هو ما بيظهرش في البدايات بشكل كامل، وفي ناس بتبقى عندها الفيروس ومش عارفه. عشان كده احنا بنبدا هنا من نفس خير الله بنعمل الحمله دي. وانا بطلب من حضرتك انك ممكن تشرفينا وتعملي التحليل بتاعك. بس خلص اللي ورايا والله من عيني، انا لسه اقول لجارتي والله هنروح. الحقيقه زي ما دايما بنقول، حتى لو نازلين نصور تقرير متعلق بقضيه او بحاجه معينه، لكن لحظه ما بيقابلنا مواطن يشتكي لنا يقول لنا على هم على مشكله عنده، ما ينفعش نغمض عينينا ونقفل ودنا ونقول ملناش دعوه او احنا بنتكلم في حاجه تانية دلوقتي. من المنطلق ده الست المصريه الجميله دي وقفتنا دلوقتي واحنا بنصور الحقيقه، وبتسالني سؤال، بتقول لي انتوا نازلين هنا عندنا بتتكلموا على المرض وعايزين تعرفوا مرض الفيروسات وغيره، طب اسمعوا هي عندها ايه. الميه الحنفيه اللي احنا بنشربها مخلط عليها ميه المجاري، بتبوظ كله ضارب على بعضه، محدش بيجي يصلح حاجه. وعشان موضوع الهدد اللي حصل لنا ده، وروح يرموهم في 6 اكتوبر مفيش مستشفى. ما بيهدوا ليه؟ علشان المباني قايله للسقوط. ما تشوفوا الناس عايشه ازاي وتيجي ترمموا ويجي يشوفوا يعملوا لنا حاجتنا، بدل ما احنا متبهدلين كده، وهي عيني تيجي تقعد هنا اسبوع وهناك اسبوع وتركب ب10 رايح و10 جاي، هتجيب منين فلوس؟ صح ولا مش صح؟ انا بتكلم. طب الوقت بتسالونا انت على المرض ده، مش المرض ده من ايه؟ من اللي احنا عايشين فيه. بصي هو المرض عموما يجي طبعا من اللي احنا عايشين فيه، بس احنا بنتكلم على مرض فيروس سي. ده بيجي عن طريق الدم يا حاجة، الدم. عن طريق الدم. عن طريق الدم، عشان كده احنا بنوعي، بنقول للناس تاخد بالها، ما تستعمليش موس ولا ابرة ولا حاجة حادة مطرح حد. ده اللي احنا بنوعي بيه دلوقتي. ماشي، ما حدش بيستعمل على فكرة، كلنا فاهمينه وواعيين، احنا مش هبل ولا متخلف. ما حدش قال كده. لا انا بفهم حضرتك، بس احنا الموضوع اللي احنا فين عايزين الحته دي يبصوا لها، بعين الاعتبار فيها بني ادمين عايشين وفيها اطفال، يعني المفروض يبصوا لها. لكن احنا فاهمين الحقن والحاجات اللي بتتكلمي عليها حضرتك، ما انا مش هخش. انت فاهمه، في ناس ثانيه هنا قالت لنا مش عارفين اصلا يعني ايه فيروس سي، فانت فاهمه؟ في غيرك مش فاهم. لا غلط، انا لما بلاقي نقطه دم ما اجيش. برافو عليك، برافو عليك. انا بقى عايزه اقول حاجه اخيره، ان الست الطيبه دي اللي متضايقه قوي وزعلانه من البلد، وزعلانه ان هم بيجوا هنا يهدوا من غير ما يلقنوا الناس لمساكن تانية بديله وغيره وغيره، اول حاجه سالتها لي دلوقتي لما جيت اسجل معاها قالت لي اوعوا تكونوا قناه الجزيره، مش هتكلم. ما اطمنتش غير لما عرفت. ويبهدلونا بعد كده ويقولوا لنا كلام ما قلناهوش. صح جدع. لا لا انت ست جدع. لا لا اله الا الله. طب لازم اقول يا ماما اللي يخلصني من ربنا. برضو طب عايزين بس نتكلم مع الاستاذ برضو. اسمك ايه يا حاج؟ محمد سيد محمد بخيت. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ عماد هسالك كام سؤال ممكن؟ تعرف حاجه عن فيروس سي؟ اكتريه الناس اللي هنا عندها فيروس سي ما تعرفش. انا لسه مراتي ميتة هي بلاش 4 شهور بفيروس سي. بقاء لله وحده. اه والله زي ما بقول لحضرتك كده. اكتشفتوا امتى انها عندها فيروس سي؟ كنا بنروح المعهد بس برضو علاج، يعني الدكاتره ما بتهتمش كده يعني ما بدهاش علاج، يعني ما فيش سراير ما فيش مش عارف ايه. انا لفت نظري حاجه مهمه. انت بتقول لي ناس كتيره قوي هنا عندها فيروس سي وهي مش عارفه. ما اعرفش، الغلابه ما بيعرفوش عندهم ايه، بيموتوا ما بيعرفوش عندهم ايه. يعني الغلابه يعني بيجي له الفيروس وبيدمر له الكبد بتاعه وبيموت وهو اهله حتى مش عارفين كده. طب احنا يعني شوف الكلمه اللي حضرتك بتقولها دي، احنا جينا عشانها.
احنا جايين عاملين حملات توعيه هنا في المنطقه، وجايين كمان بنعمل تحليلات عشوائيه لكل الناس الموجوده في المنطقه اللي عايز يجي يعمل تحليل يعمل عشان يطمن اذا كان عنده فيروس سي او لا، واللي عنده فيروس سي حتى احنا برضو هنعالجه. انت ما كنتش تعرف ان المدام عندها كان فيروس؟ عرفنا متاخر بحضرتك على ما ابتدت الاعراض وانتفاخ في البطن وحاجات زي كده وترجع دم، فجرينا على المعاهد بقى وبعدين ماديا ما فيش. حضرتك هنجيب منين هنا؟ الناس هنا تعبانه كلها. انا راجل طلعت معاش مبكر، من كنت شغال في بنكي كمان، ادونا مليمين كده جوزت عيالي بيهم وقعدت. انا بشكرك والبقاء لله وحده، وربنا يصبرك يا رب. ومعلومه مهمه نكمل جولتنا يا استاذ عماد بعد اذنك، معلومه مهمه جدا اللي قالها المواطن الكريم ده، ناس كتيره قوي هنا وفي مناطق كتيره قوي من المناطق البسيطه والعشوائيه عندهم فيروس سي وهم اصلا مش عارفين، بيجي لهم المرض وبيعانوا منه شهور وربما سنين وهم كل ده مش عارفين. للاسف بيكتشفوه في وقت متاخر جدا بعد ما يكون المرض استفحل وخلاص، يعني اجزاء كتير من الكبد باظت بسبب الفيروس فيروس سي. طب احنا المواطن هنا بيسال سؤال بيقول ان هو عنده فيروس سي، انت عرفت منين ان عندك الفيروس؟ وانا بقى في الجيش كده بقدم على الجيش فقالوا لي انت عندك فيروس، فما قبلتش في الجيش كده. بعد ما عرفت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه لان ما فيش حاجه ان انا مثلا ما استطعت ان انا اجيب مثلا اروح احلل مثلا البي سي ار او حاجه، فاكتشفت بعد كده اهلي بيحللوا كده لقيت والدتي عندها واخويا الثاني عنده. ثلاثة في عيلة واحدة عندكم فيروس؟ اه، فهم قدموا هم الاثنين عشان يجوا من العلاج من قيمة حوالي 8 شهور، فلحد الآن ما فيش حاجة جت. فأنا انتوا فين؟ احنا حضرتك من محافظة المنيا، فحضرتك هم قدموا وكده، فأنا فقدت الأمل لما لقيت أخويا وأمي مثلا قدموا في حد سأل فيهم من 8 شهور كل شوية يقول لك مش عارف الشهر الجاي بعديه بعديه. احنا معانا كده يا استاذ عماد اول ثلاث حالات احنا متاكدين ان هم عندهم الفيروس، خلاص عملوا التحاليل. كان انا قابلته من شويه وحكى لي قصته، فانا طلبت منه ان هو يتوجه للوحده وياخد برنامج التوعيه وبعد كده يخش يحلل ويسيب لنا اسمه في الكشف. طيب. وربنا يقدم اللي فيه الخير. ربنا يقدم اللي فيه الخير، وباذن الله باذن الله انت والوالده واخوك تكونوا معانا في المبادره ان شاء الله. ان شاء الله. والف سلامه عليك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك ايه يا حاج؟ حليمه عبد العاطي. يا اهلا بيكي حاجه حليمه. قولي لي انت عندك كم سنه؟ ربنا يديك الصحه. انا عندي 76. حبيبتي ربنا يديك الصحه يا رب. تعرفي ايه هو فيروس سي؟ ما انا عارفين الفيروس. فيروس يعني هو عباره عن ايه؟ عن حاجات في الجسم. حاجات في الجسم؟ اه، بنقعد في الجسم، بس ما عنديش انا فيروس. الحمد لله. عرفتي منين ما عندكيش فيروس سي؟ كشفت وتحللت. عملتي تحاليل قريب؟ اه. عارفه الفيروس بيتنقل ازاي من حد لحد؟ بيتنقل اه، من العدوى لحد قص بالمقص، لا وحد لبس لا شبشب لا مؤاخذه انا. لا احنا عندنا ناس مثقفه هنا برضه. الحقيقه انه الطلبه اللي موجودين معانا دول طلبه كليه الصيدله جامعه المستقبل. الطلبه دول اللي نازلين كمان معانا في المبادره دي بيساعدوا في عمل التوعيه، بيتكلموا مع الناس وفي منهم حتى طلبه كمان ساكنين هنا او في مناطق قريبه من هنا. خلونا بس نتعرف على اساميكم واحد واحد بسرعه. منا، ساندي، ولاء، كريم، ساره، منار، عمر. يا اهلا وسهلا بيكم. ليه نازلين النهارده وتفتكروا ممكن نعمل ايه علشان نوصل للناس التوعيه بايه هو فيروس سي وايه الطرق لنقل العدوى وازاي باذن الله نتجنبها؟ المفروض ان احنا على الاقل يعني بنحاول ان احنا ننزل لمستوى تفكير الناس شويه، بنوصلهم المعلومه بابسط طريقه ممكن هم يفهموها. بصات الكلام يعني عشان توصل يعني ما بنستخدمش الانجليش شويه، يعني بنحاول ان احنا ننزل لمستوى كلامهم وتفكيرهم ونبسط لهم المعلومه على قد ما نقدر بابسط شكل ممكن. احنا بنحاول نفهم الناس يعني ايه المرض وازاي يعالجوه وازاي يتفادوه اصلا، وازاي يعني حتى لو حد عنده المرض ما يتخضش منه عشان يعرف يعالج نفسه، وايه الحاجات اللي ممكن يعملوها عشان يتجنبوا المرض ده. ان احنا كل ما بننشر التوعيه كل ما ده هيقلل من انتشار المرض، وان يكون في وعي اكتر من كده. يعني التوعيه هي خير الوقايه من اي مرض، فاحنا بنحاول نوصل المعلومات للناس الصح، لان احنا لما طلعنا بيوت لقينا ان في ناس ما تعرفش حاجه عن المرض ولا عن بينتقل ازاي ولا اي حاجه، وحتى المعلومات دي بتبقى بدائيه جدا لازم الكل يبقى عارفها. فاحنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر ان احنا نوصل المعلومات دي، بنحلل عن فيروس سي،
لو بنلاقي حد انه عنده مثلا مشكلة او حاجة بنبلغه، وكمان بنبعته للجهات المسؤولة اللي نقدر نتواصل معاهم. بنحاول نبسط المعلومة للناس ان هم يعني مش زي كلام التلفزيون بيجي مثلا واحد يطلع دكتور او كده يتكلم كلام هم مش فاهمينه، فاحنا بنيجي بقى نبسط لهم المعلومة ازاي ايه المفروض يعملوه وايه الاحتياطات اللازمة اللي يعملوها لو الواحد لا قدر جاله فيروس سي، من غير حتى يعني ما يروح لدكتور ويتابع معاه، لا يعني مع نفسه كده يكون عنده وعي وادراك كافي ان هو يتعالج اول باول. بنعمل توعية للناس، الناس أبسط من البساطة، إن إحنا بنحاول نبسط الكلام، المعلومة بسيطة، بتسأل أسئلة ممكن تكون بسيطة جدا بالنسبة لنا بس هم بالنسبة لهم دي معلومة جدا. بنعمل توعية عن فيروس سي، بنقيس سكر وضغط كله فور فري، بنحاول إن إحنا هتنزل قافلة طبية الجمعة الجاية كمان اللي هو كشف وكده، فدي يعني أكيد بنحاول نساعد على قد ما نقدر. بنحاول نبسط المعلومة على قد ما نقدر ونوصل لهم مهما كان، وبنقول لهم مثلا عن طريق ان احنا نستخدم الادوات اليومية اللي هي بتاعتهم، بنقول لهم ازاي نتجنب العدوى عن طريق انتقال الادوات مطرح ما بيستخدموها مطرح بعض بس، وبنقول لهم ان في تحاليل جايبين القافلة عند مسجد، وبنقول لهم ان يعني في قافلة طبية هتيجي يوم الجمعة لو انتوا تقدروا تروحوا وتساهموا علشان ديت خطر صحتكم، علشان ديت المفروض ان كنتوا تهتموا بيها. انا بشكركم جدا وسعيده بمجهودكم حقيقي، و معاكم برده وانتم بتكملوا الجوله. يلا بينا. الحقيقه انه كان يهمنا قوي واحنا موجودين هنا ان احنا نشوف الحلاق اللي احنا عارفين انه ممكن يبقى مصدر لكتير قوي من العدوى من ناس لناس تانية لو الحلاق نفسه مش واعي وفاهم وعنده ضمير. خلينا ندخل كده نتكلم وندردش معاه ونشوف الحلاقين بصفة عامة كده يعني فاهمين ايه هو فيروس سي، طرق نقل العدوى، الدم، الموس لازم يستخدم مرة واحدة ويترمي بعدها ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. اتعرف بيك؟ انا حسام عبد الوهاب. اهلا وسهلا. طيب انت بقالك قد ايه فتح محل الحلاقة؟ انا بقالي 3 سنين. بصراحة كده انت تعرف ايه عن فيروس سي ده؟ اولا اعرف انه مرض خطير طبعا، بيتنقل عن مشتقات الدم، اي ولو قال حد ولا حاجه بيتنقل منه، او لو عند دكتور الاسنان نفس النظام، والاعلام عامه مركز على الحلاق والطب الاسنان عامه، عشان دول اكتر حاجتين بيحصل فيهم نقل مع الناس يعني. طيب شباب عايزين تسالوه ايه؟ عايزين تقولوا له ايه او تسالوه ايه؟ يعني مثلا ايه هي الحاجات المشاكل اللي بتعاني منها لما يكون في ناس جايين يحلقوا عند حضرتك او كده؟ لو في ناس جايين يحلقوا حضرتك بتقول لهم ايه مثلا؟ اللي يغير الموس او كده، لو حد يحلق في البيت يعمل ايه؟ حضرتك بيجي لما مؤاخذه، في ناس بتيجي معاها شفرتها، وفي ناس بتيجي بعده كامله، وفي ناس بتيجي لما مؤاخذه بتعين شفرتها هنا. احنا عارفينه في المستوى اللي هو عالي شويه بالنسبه للمكان اللي حضرتك فيه ده، متوفر ان هو واحد يجي معاه الناس؟ في هنا برضك ناس مستويات برضك، بس يعني على قدها عايشه. في بقى الناس الغلابه، انا قصدي حضرتك، انا فاهم قصدك، في ناس الغلابه اللي هنا، انا ببقى الدور عليا، انا بعمل ايه مع كل زبون ما بيجي يحلق؟ بخرج الموس قدامه، حتى بحطه في العلبه لوحده عشان ما يجرحش طبعا حد، وبغسله المغزه بصابون، وارجع احطه في البتاع واطهره بالكولونيا اللي هو السبيرتو اللي ورا حضرتك. طب يعني احنا بنتكلم هنا انه الموس الواحد حتى لو اتغسل بالصابون بس برضه يستخدم من حد لحد؟ كده هو لا. لا انت دلوقتي الشفره نفسها بتتغير، تتغسل والموس جديد نوفي اللي هو اللي موس جديد رصاص. وانا بس عايزه اسال حضرتك سؤال، هو دلوقتي لما حضرتك مثلا بتشوف في مكان الحلاقه او كده في نزيف او دم، بتتعامل معاه ازاي؟ في الشبه، الشبه دي اللي هي حاجه بيضه كده صغيره، وريها لنا كده، وريها لنا اتفضل. ما تمسكيهاش. طيب بص انا عايز اقول لك على حاجه ومن غير زعل. لا احطها لنا للكاميرا كده، بص من غير زعل. مبدئيا حطها للكاميرا. لا لو سمحت. ايوه دي. ثواني بس، ثواني بالراحه عليا. لا حطها للكاميرا، اعملها كده. ايوه مبدئيا دي اصلا حاجات مش نظيفه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه واضح ان في حد متعور هنا وراح حاطط حضرتك دي لو عملتيها ايه؟ ده الترسيب بتاعها من الميه، ترسيب اهي، ده الترسيب بتاع الشبه. يعني انت لو حد اتعور بتقفل له الدم بالشبه ويطهرها له بالبتاع وبمنديل جديد ونضيف كل حاجه لوحدها. انا بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا.
عم سعيد واحنا بنصور وعمالين في يعني بنشتغل في الحمله جالنا اكتر من مره واحنا بنسجل وقال لنا انا عايز اتكلم عن ايه عم سعيد؟ عن فيروس سي؟ لا انا عايز اتكلم عن ميه المجاري. يا عم سعيد ازاي؟ انا سعيد استاذ. عايز تقول ايه؟ الميكروفون معاك. انا عايز اتكلم بس الميه اللي حضرتك شايفاها ديت ويا ريت الكاميرا تركز عليها، دي ميه حلوه نظيفه، دي احنا بنشرب منها. ازاي دي ميه حلوه نظيفه؟ ازاي ميه نظيفه؟ وكلمنا الشركه اكتر من مره عشان تيجي تطلعها، ما فيش حد بيسال فينا. اقسم لك بالله دي ميه نظيفه اللي انت شايفاها دي اللي بنشرب منها. يعني ايه ميه نظيفه؟ قصدك يعني انت بتتريق؟ ميه ماسوره ميه نظيفه، دي مخلط على دي ماسوره ميه نظيفه مكسوره، وفي شرط صحه اهو، دي مخلط على دي. كلمتوا الشركه اكتر من مره، قالوا لكم ايه؟ الاودر عطلان، ما فيش حد يبحث. شركه ايه؟ شركه المي. ايوه تبع ايه؟ تبع عين الصيره. شركه المياه تبع عين الصيره. كلمناهم اكتر من مره. عايزه اسال سؤال لكل مسؤول دلوقتي بيسمعنا وبيتفرج علينا بيشتغل في شركه المياه التابعه لعين الصيره، لو حضرتك ترضاها على اهل بيتك انك تشربهم ميه بالمنظر ده فيعني احنا متشكرين ومش عايزين منك حاجه. لكن الحقيقه لما الاهالي هنا يكلموكوا مره واتنين وكل مره تقولوا لهم حجه عشان ما تطلعوش وتيجوا وتشوفوا شغلكوا، مفيش حاجه تتقال الحقيقه. ولا في دي برضو هنطلب من السيد الرئيس ان هو يتدخل؟ حتى ميه الشرب اللي بني ادمين بتشربها برضو هنقول يا ريس الحقنا، المجاري ضربه، والعيال والاطفال والستات والرجاله بيشربوا ميه مجاري، في دي كمان نتقي ربنا والنبي شويه. السلام عليكم. وشيشه كمان. ايوه ازيك يا عم؟ ده ايه ده؟ ده بتشرب بتشيش جوه المحل؟ هنعمل ايه بس؟ لما بيجي لك حد يحلق بتعمل ايه في الموس؟ بتعمل ايه في الشفره؟ بتغير الشفره بقى؟ بتغير الموس بس والشفره لا، ولا بتعمل ايه؟ ادي الموس واخد بالك اهوت، بشيل القديم برميه كده واروح جاي اغسله كويس كده، واخد بالك؟ واخد بالك؟ وبعدين امسح بمنديل كده، وبعدين ارش عليه كلونيا بطهره، وبعدين بغير الموسى. ادي حضرتك بعدين تغير الموسى. يعني الموس نفسه بيتغير. الشفره بقى؟ الشفره ما بتتطهر، هو الموس ده حضرتك بس هقول لك حاجه صغيره، هشرح لك بس حاجه صغيره. الموز انا شايفه هون فعلا في موز جديده هنا وانت ايه يعني زي الفل. الشفره كمان لو حد اتجرح وفيها دم، موضوع الكولونيا والميه ده مش كفايه عشان يطهر حضرتك. لو ده من غير موسى، لو ده هيلمس الجلد يبقى ايه؟ هيتعور الزبون. واخد بالك؟ قول لي بقى الزباين اللي بتجيلك فاهمة الكلام ده؟ طبعا. ولا انت اللي بتوعيهم؟ لا انا بوعي اللي ما يعرفش. انا عندي المدام بتاعت عندها فيروسين. بقالها قد ايه وعرفته ازاي؟ بقالها مدة، وبعدين هي كانت راح تعمل عملية في العمود الفقري وخلاص وخلصنا كل حاجة وهتعمل العملية، فقالوا لا ده عندها فيروس مش هينفع نديها بيه. فالمهم مشيت في العلاج بقى، بس العلاج بتاعها الجديد ده لسه منزلش. سوفالدي نزل بقالها مدة والله يجي سنة، وتحاليل وبتاع ألف سلام عليها. واحنا ان شاء الله بإذن الله هندلك مع الحملة اللي احنا فيها والشباب تقدر تصرف العلاج منين ان شاء الله. ماشي، ألف سلام عليها. الله يسلمك.